وصوله إلى بيت لحم في موكب حاشد، ترافقه المجموعات الكشفية التي طافت شوارع المدينة بأجمل المعزوفات الميلادية. توجه غبطة بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوبيان إلى كنيسة المهد، حيث ترأس عقب وصوله الكنيسة وبحضور عدد كبير من أبناء الرعية قداس منتصف الليل لمناسبة عيد الميلاد المجيد والإغطاس حسب التقويم الكنيسة الأرمنية. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. استقبلت مدينة بيت لحم غبطة البطريرك الأرمن في القدس والديار المقدسة والأردن نورهان مانوجيان وبطريرك الأرمن الأرثوذكس في القسطنطينية ساهاك ماشليان، وذلك بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة للكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، حيث كان الاستقبال حافلاً بحضور المطارنة والكهنة والشمامسة والمحافظ اللواء كامل حميد ورئيس البلدية الأستاذ حنا حننية وأعضاء المجلس البلدي والدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية في المحافظة ورؤساء وممثلي المؤسسات والفعاليات وحشد كبير من أبناء الكنيسة الأرمنية في القدس والأراضي المقدسة. مدينة بيت لحم تتميز بأنها تحتفل بالأعياد الميلادية المجيدة بحسب التقويم الغربي ومن ثم التقويم الشرقي وأيضا بحسب الكنيسة الأرمنية، فهذا ما يميز مدينة بيت لحم، لأن مدينة بيت لحم تلبس حلة الميلاد لفترة طويلة، فبالتالي نختتم هذه الأعياد الميلادية المجيدة ونقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير. ورسالتي للعالم أنه يحل السلام على جميع الأمم أينما كانوا أينما وجدوا من إسلام ومسيحيين، وربنا إحنا واقفين قدام مركز السلام وإن شاء الله ربنا برمي السلام بين العالم بين المحبة والأخوة. تخلل الاستقبال مشاركة المجموعات الكشفية وجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية والرواد، والتي طافت شوارع بيت لحم بأجمل المعزوفات الميلادية. وبعد وصول غبطة البطريرك مانوجيان وغبطة البطريرك ماشليان لساحة المهد، ابتدأت الصلوات والدخول للكنيسة لاستقبال المهنئين في قاعة الأرمن بمناسبة عيد الميلاد المجيد للكنيسة الأرمنية التي احتفلت بقداس منتصف الليل بحضور الدكتور محمد شتية رئيس الوزراء والمسؤولين وحشد كبير من المؤمنين والقادمين من مناطق مختلفة. للنورسات مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم.